السلام عليكم. تجتمع اللجنة الرباعية المعنية بشأن اليمن بحضور عمان والمبعوث الأممي لمناقشة آخر تطورات الأزمة اليمنية في لندن. يأتي اجتماع اللجنة في ظل تصاعد الحديث حول تسوية مرتقبة للأزمة في اليمن. قابله ترحيب حكومي مشروط بالتزام الجهود الدولية للسلام في اليمن بالمرجعيات الثلاث وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص. بيان صادر عن اللجنة الرباعية تطرق لضرورة ضمان الوصول الآمن والسريع وبدون إعاقة للسلع ولموظفي المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى البلاد. وأيد الوزراء مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي باعتباره يظل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة التهديدات الأمنية لجيران اليمن. واعترف الوزراء بأهمية أن تبدي جميع الأطراف المرونة والتخلي عن الشروط المسبقة. وهنا نتساءل، ما الذي يعنيه التخلي عن الشروط المسبقة؟ وما هو الموقف الرسمي للشرعية من هذه المطالبات؟ ما هي مخاطر تجاوز المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية في حال كان هناك توجه لذلك؟ ما هو موقع ولد الشيخ من الأحداث ولماذا غاب دوره وأين مضت مهمته في اليمن؟ ألا تعكس العلاقة غير المتكاملة بين التحالف وسلطة الشرعية مسار الملف اليمني لدى المجتمع الدولي؟ مشاهدينا، هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقة الدولية الأستاذ عادل المسني. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. اجتماع حول اليمن لكنه خلا من اليمنيين، هذا ما بدا عليه حال اللجنة الرباعية مضافا إليها عمان المجتمعة في لندن. الاجتماع ناقش وضع تعديلات طفيفة على خارطة الطريق لحل الأزمة في اليمن بصورة نهائية ولإنهاء الصراع بحسب بيان صادر عن اللجنة ضرورة أن تبدي جميع الأطراف المرونة وتتخلى عن الشروط المسبقة والتجاوب مع مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. غير أن هذا الأخير بدا غائباً أو مغيباً عن المشهد، ناهيك عن ظهوره مشغولاً بالتقاط صور مع لوب الإنقلابيين. احتمالات التسوية التي تمضي بعيداً عن مرجعيات السلام المتفق عليها ومساعي الحلول التي تمضي هي الأخرى بمعزل عن اليمن ذاتها تبدو لكثير من اليمنيين شعبياً ورسمياً كحلول منقوصة وخطوات عرجاء، ولسان حالهم أن سلاماً لا يلبي شروط اليمنيين ولا يبنى على المرجعيات الأممية وما اتفق عليها من مضامين يظل سلاماً مجتزأً. موقف ينسجم مع ما قاله الرئيس هادي سابقاً أن مرجعيات السلام واضحة، وأكده وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي أعرب عن رفضه لأي حل خارج الأمم المتحدة والمرجعيات الثلاث، مؤكداً في المقابل أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعات دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولاً أو رفضاً. إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، شوكة التسويات السياسية يبدو غائباً عن المشهد وتداعياته الأخيرة رغم الدعوات التي حملت في مضامينها حلولاً سياسية ومعالجات إنسانية في سبيل التوصل لحل سياسي طويل الأمد ينهي الصراع في اليمن. غير أن الوضع الإنساني وإن بدا مهيمناً على أجندات المؤتمرات حول اليمن منذ 3 سنوات يظل العمل فيه أقرب لذر الرماد على عيون الفقراء ومن أكلت الحرب قوتهم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عادل المسني. أهلا بك مجددا. إذا سيد المسني، كيف تتابع الاجتماع الجديد للجنة الخماسية؟ ما الذي قد تحمله هذه التحركات؟ أعتقد أن كونها خماسية أيضا تمثل تهديد كبير للمرجعيات اليمنية وتراجع كبير أيضا للقضية اليمنية وإخفاق كبير في مسار الشرعية وفشلها في إدارة الملف اليمني. أعتقد أنه إضافة عمان المعروفة بسياستها المهادنة للإنقلاب والمؤيدة للإنقلاب وبالذات الطرف الحوثي أيضا يعطي تراجع كبير في المد الشرعي والتحالف، وبالتالي يحسب أيضا لصالح الإنقلاب، وهذه نقطة متقدمة. أيضا الرباعية بذاتها أيضا تأتي على أنقاض وعلى فشل سياسة التحالف في الداخل
الداخل اليمني وبخاصة الملف الإنساني. أعتقد أن الحصار المضني خلال 3 سنوات، الحصار الظالم المطبق على اليمن، شجع كل هذه الأصوات، وأعتقد أنه الحصار الأخير في إقفال كل المنافذ البحرية والجوية التي أقدمت عليه المملكة التحالف أو بقيادة المملكة العربية السعودية بعد الصاروخ الذي أطلق باتجاه الرياض، كان تهديدا كبير وإعلان حرب حقا على الحياة الاقتصادية الهشة الموجودة في اليمن وقتل عمد لكل ما تبقى من مدخرات. بلا شك بدأت ترتفع أصوات المنظمات والمجتمع الدولي قراء هذه الخروقات وقراء الحصار وقراء الجانب الإنساني المؤلم في اليمن والكارثي والذي جعل التحالف هذه الأصوات كلها والرباعية أيضا تضغط باتجاه أيضا كسر الحصار وتفعيل وإعادة تفعيل المنافذ البحرية والجوية وبالذات الحديدة وصنعاء، تلك المنافذ التي تخضع لإدارة الانقلاب، باعتبار أن المنافذ الكبيرة الموجودة سواء البحرية أو الموانئ أو المطارات سواء بعدن أو حضرموت أو المخا تقبع تحت الشرعية وهي مناطق محررة معطلة عمدا من قبل الإمارات، وبالتالي نحن أمام فرض خيارات تخدم الانقلاب سواء على الساحة الداخلية أو على الساحة الدولية. الرباعية شكلت يعني تهديد كبير وشكلت موقف متقدم لصالح الانقلاب، وأيضا يدين بشكل صارخ ممارسة التحالف وفشله الواضح في اليمن. طيب لماذا حدث ذلك؟ يعني الآن هذه اللجنة الرباعية عندما أضيفت لها عمان أصبحت خماسية، وباجتماع ولد الشيخ لم يكن هذا الاجتماع هو الأول لها بدون مسؤولين يمنيين، هي تجتمع بدون مسؤولين يمنيين، لكن كيف وصل الأمر إلى ما وصفته بشكل عام؟ حقا الجانب اليمني لا نستطيع ان نعول عليه في اداره في سواء في الملف السياسي او الداخل اليمني. الشرعيه تماما غيبت، هناك عمليه تجريف واسعه في الجنوب، هناك عمليه اصطدام مباشر من قبل اجندات الامارات واستهداف من دوله الامارات للرئيس ذاته واخراجه من اليمن، وايضا للالويه التابعه للشرعيه الالويه الرئاسه، وهناك ايضا احتلال مباشر تمارسه الإمارات وقواعد ثابتة في الجنوب، وهناك أجندات أنشأتها هدفها في الأساس هو ضرب الشرعية وإزاحتها من الجنوب وخلق بيئة طاردة، وهذا ما شكل حقيقة ضربة نقلاء في مشروع الدولة المدنية استعادة الدولة اليمنية وأضر بالشرعية وأضر بسياسة التحالف. كيف أثر ذلك في سياق ما تطرحه اللجنة الخماسية وما وصلت إليه من طرح؟ هو وجه الضرر يأتي في إلغاء دور الشرعية وتشويه دورها في الداخل اليمني، مما فاقم أيضا على كان فاقم الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي بشكل كبير، وكان له مضاعفات كارثية على الوضع اليمني. كان من المفترض على التحالف أن يفعل دور الشرعية وأجهزتها الموجودة ويفعل دورها ومؤسساتها بحيث أيضا تلعب دور كبير في المناطق المحررة في تقديم نموذج لليمن، وأيضا تقنع المجتمع الدولي والمنظمات والعالم الخارجي بأن هناك دور وهناك شرعية استطيع أن نعول عليها في إدارة الملفات الشائكة في اليمن، وأيضا تكون بديلا عن الانقلاب الموجود في الشمال. لكن عملية الاصطدام المباشر بالشرعية وإلغاء دورها وأيضا إحلال ميليشيات خارج القانون تبني معتقلات كبيرة وسجون وتمارس عملية تجريف واسع في الصف الشرعي، هذه المؤسسات الخارج عن القانون ينظر لها المجتمع الدولي بقلق، خاصة وأن القاعدة أيضا تستفيد من هذا الجو الغير قانوني أيضا في التوسع وفي إحداث خروقاتها إلى في صف الشرعية. هناك عملية تجريف، هناك عملية إبادة وتصفية من قبل الإمارات لدور الشرعية، نتج هذا الوضع الكارثي ومسام أيضا من معاناة اليمنيين سواء في المناطق الحرة أو في الخارج. إدارة أيضا التحالف وغياب سياسة ناجحة للتحالف أو ملامح استراتيجية للتحالف في الداخل اليمني عن طريق أيضا هذا العمل الأهوج الذي تمارسه، وكان آخرها الإقفال الكامل للمنافذ البحرية والجوية، كأن اليمن يعني قرية تابعة أو ناحية تابعة للمملكة العربية السعودية، أضر أيضا بالاقتصاد أضر ولا زالت تداعيته إلى اليوم. هناك أزمة مشتقات وهناك سلع منعدمة وهناك حالة اقتصادية مزرية باليمن شكلت هذا الضغط الدولي ودفعت باتجاه الرباعية ودفعت باتجاه الضغط على دول التحالف وفتح المنافذ البحرية والجوية عنوة أمام التحالف والتي تخدم حقيقة الانقلاب وستواصل أيضا الدفع في اتجاه أيضا توسيع هامش الانقلاب في إدارة. لكن في المقابل سيد المسني، يعني كان هناك حديث في هذا الاجتماع على القرار الأممي 2116
وأيضا القرار الأممي 2231، وهذا القرار معني بالملف الإيراني وتعاملات يعني الاتفاقات التي جرت بها أو بهذا الملف. إذن هناك نوع من تحديد أو التركيز على ما يتعلق بإيران وبالإنقلابيين بطبيعة الحال كمعرقلين أساسيين لما يحدث في اليمن أو للملف السياسي في اليمن، لكن في المقابل هناك عدم أو ضبابية في الحديث عن المرجعيات الثلاث. كيف توازن بين هذين الأمرين في سياق ذلك؟ هناك يعني أعتقد إشارة واضحة إلى تجاوز المرجعيات، بحيث أنه أفاد بأن العودة بدون الشروط المسبقة، وهذا يعني تجاوز للمرجعيات. هذا جانب. الجانب الآخر الجانب العملي على المستوى الميداني، لا نستطيع أن نتكلم عن وجود شرعية تمثل هذه المرجعيات. المرجعيات تتكلم عن شرعية وتتكلم عن مستقبل، أيضا استعادة الشرعية ومستقبل هذه الشرعية في اليمن. لكن ما يحصل الآن جراء سياسة تحالف الهوجاء وجراء أيضا عمل المخطط والمنهج للإمارات في الجنوب وإلغاءها للشرعية بشكل عام، أضر بهذه المرجعيات، وأضر أيضا بدولة الشرعية، وشوهها لدى المجتمع الدولي ودى الخارج، بحيث أصبحت غير موجودة. لا يوجد فعل سياسي في الداخل اليمني، لا يوجد لها أثر في إدارة الملفات، في الخدمات، في كافة الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية في الداخل اليمني. وأيضا عكس هذا الخواء أيضا على علاقتها في المجتمع الدولي، بما مثل أيضا أعتقد طعنة نقلة في المرجعيات التي كانت حقيقة مادة خصبة للشرعية وأيضا للتحالف. كان يستطيع أيضا أن يحاصر المادة الإيراني، وأجندة إيران معتمد على هذه الأرضية الواسعة وعلى هذا الدعم المطلق للمجتمع الدولي للشرعية، والتي حاربته الإمارات بشكل كبير لمصالح أيضا أجندة الإنقلاب ولصالح إعادة الثورة المضادة. طيب، ما بين آخر اجتماع لهذه اللجنة الرباعية أو الخماسية إذا ما احتسبنا عمان، وما بين هذا الاجتماع، هل هناك فارق كبير في ظل الأطروحات وفي ظل ما يقال كبيانات ختامية في هذه الاجتماعات؟ طبعا أعتقد أن هناك فارق كبير، أولا على المستوى الميداني، على المستوى الإنساني، على المستوى الإغاثي، على مستوى الغياب والحسم العسكري. هناك تردي وتدهور كبير في الداخل اليمني، نتيجة قلنا السياسات الغير حكيمة للتحالف، نتاج هذا الحصار المطبق، ونتاج هذه القرارات الأخيرة التي أضرت قلنا بالاقتصاد، وضاعفت أيضا من الضغوط الدولية والداخلية على الانقلاب بشكل كبير، بما مثل هذا الموقف المتقدم للرباعية ودخول عمان أيضا كدولة ضمن هذه الملفات، ضمن الدول الأربعة. الآن أصبحت عمان يعني عضو أساسي في الخماسية، وبالتالي هذا يمثل تقدم كبير على ما كان عليه. على مستوى السياسي هناك أيضا سخط دولي كبير نتيجة لسياسات التحالف في الداخل اليمني، نتيجة أيضا للحصار الكبير. لا نجد أي تقدم بالنسبة للتحالف، لا نجد أي تغيير في سياسة واستراتيجية التحالف للتعامل مع الأزمات اليمنية المتفاقمة. لا زال الحصار هو الحصار البري والجوي، لا زال العمل العسكري بلا ملامح، لا زال الحسم مغيب. هناك عملية تجريف قلنا في الجنوب، هناك عمليات حتى استهداف لما تبقى من دور الشرعية الضعيف في محافظة تعز. هناك أيضا عمل منهج، هناك انقلاب بالأمس على الشرعية وعلى دورها في من قبل أجندات الإمارات بالعباس في تعز. وهناك فوضى وصخب هائل واشتباكات وإعلان حرب في الساحة في الساخنة في تعز، وهناك عملية يعني تغييب كامل في الجنوب. وبالتالي هناك عمل أهوج لا تدرك تماما دول التحالف أن هذا يضر أيضا بسياستها وبسمعتها. وهناك أيضا حالة من السخط الكبير في الشارع اليمني، وحالة من انعدام الثقة بدور التحالف أو أي دور مأمول في المستقبل. وبالتالي انعكس هذا الخواء في الداخل، انعكس أيضا على المنظمات الدولية التي تشعر فعلا بتدهور كبير في المسألة الإنسانية والاقتصادية. وهناك كوارث صحية أيضا ممثلة بالدفترية والكوليرا التي تفترس المجتمع اليمني، أيضا مع انعدام المستشفيات والأدوية وغير ذلك، وتوقف المستويات بشكل كبير. هناك حالة كارثية تتفاقم بشكل كبير وتتصاعد. كان للتحالف أن يواجه هذه التحديات، وكان له أيضا أن يفعل من دورة الشرعية، وكان له أن يرفدها ويدعمها بشكل كبير، وأن يدفع بعجلة الحسم السياسي، وأن يوقف هذا العمل الأخرق تجاه الشرعية وتجاه أيضا تنظيف دورها في المحافظات الجنوبية والصدام معها بشكل مباشر، أضر حقيقة بالشرعية ومكانها في الداخل اليمني، وأيضا
ايضا في ولدى المجتمع الدولي، واضر ايضا بسمعه التحالف، وبدا الان نشهد هذه الخروقات الكبيره وهذا الضغط الدولي الكبير في حق التحالف والبدء في محاوله اختراق لهذا الفشل والدفع في العمليه السياسيه للامام. طيب دعنا نسمع اكثر وجهه نظر حكوميه حول هذه الاجتماعات. ينضم الينا الان استاذ المسني مستشار وزاره الاعلام الاستاذ مختار الراحبي. اهلا بك استاذ مختار. اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكرام جميعا. حياكم الله. اذا استاذ مختار، كيف تتابعون انتم في الشرعيه اجتماعات الخماسيه حول اليمن؟ طبعا الحكومه اعلنت اكثر من مره واعلنت عبر بيان رسمي انها ترحب بكافه الجهود الدوليه وترحب باجتماعات الخماسيه الدوليه التي تعقد بين الفينة والأخرى، ولكن كان الموقف الجديد للحكومة الشرعية هي أنها لا يمكن أن تدخل أي مشاورات ولا يمكن أن تشارك في أي جلسات تكون على أسس غير معروفة وعلى أسس غير مبنية على ما تم الاتفاق عليه سابقا، لأنه للأسف الشديد يتم معالجة الأعراض ولا يتم معالجة أصل المرض. أصل المرض في البلد هو انقلاب على السلطة، انقلاب على الشرعية، نهب مؤسسات الدولة، السيطرة على مؤسسات الدولة. ما دون ذلك هي أعراض، مع أنها أعراض خطيرة من أعراض الانقلاب الذي تم، هناك أعراض خطيرة تمت. هناك أزمات سياسية، أزمات اقتصادية، هناك وضع إنساني غاية في الصعوبة، هناك شعب يدفع ثمن هذا الانقلاب. بالتالي ما تم الحديث عنه في هذه المرة في الاجتماع الأخير للخماسية الدولية هو يتحدث بالفعل عن وضع إنساني. جينا نتحدث عن وضع إنساني، تحدث أيضا عن الصاروخ الباليستي الذي وصل إلى الرياض، وهذا أيضا بالفعل تطور خطير في الأزمة اليمنية ووصول الصاروخ إلى مدينة الرياض. يعني أن الميليشيات ما تزال تمتلك الأسلحة، ما تزال متماسكة، ما تزال لديها القدرة على المواجهة، وهو بعكس ما كان يتم الحديث عنه أنهم خلاص، يعني أنه تم تدمير قوتهم الصاروخية، تم السيطرة على أسلحتهم الثقيلة والتي يمكن أن تهدد الأمن اليمن وكذلك أمن الجيران. بالتالي تحويل القضية فقط إلى أنها أزمة إنسانية، الأزمة الإنسانية جاءت نتيجة للانقلاب، الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي جاء نتيجة فشلهم في إدارة مؤسسات الدولة التي انقلبوا عليها. والوضع الشعب اليمني، نحن نعي جيدا وضع الشعب اليمني، والحكومة الشرعية هي تعي جيدا الوضع الإنساني للشعب اليمني، وهذا بالفعل ناتج لسياسات الميليشيات الإنقلابية وعدم تعاونها مع المجتمع الدولي في موضوع المساعدات، بل أنهم هم الذين ينهبون المساعدات الإنسانية. وهناك شواهد وهناك تقارير وهناك إحصائيات على أنهم يقومون بنهب هذه المساعدات الإنسانية، على أنهم هم من يديرون الأسواق السوداء للمشتقات النفطية وغيرها، وكيف أنهم استفادوا، بل أنهم بعد أن تم إغلاق المجال الجوي والبحري وغيرها من الموانئ اليمنية، كيف أنهم استفادوا، ومنذ أن تم إعلان هذا الخبر قاموا بوقف بيع البترول وخرجت السوق السوداء. بالتالي الخماسية الدولية وجهود المجتمع الدولي هي جهود مثمنة، والحكومة تثمن هذا الدور الكبير للخماسية الدولية وكذلك للمجتمع الدولي. والمجتمع الدولي حتى هذه اللحظة نقولها بكل صراحة أنه ما زال متماسك في القضية اليمنية. صحيح الجميع يتحدث ويبحث عن حلول لإنهاء الانقلاب وإنهاء الأزمة الإنسانية والأزمة السياسية في اليمن، لكن لا يمكن أن نتحدث عن أزمة إنسانية ولا نتحدث عن أصل الأزمة وسبب والمسبب الأول للأزمة. نعود بهذا الحديث، نعود إلى المشاورات التي تمت في الكويت على مدى 4 أشهر، ونحن نتحدث عن الأصل الأزمة، ونقول أنه لا بد أن يتم الحديث أولا عن الوضع العسكري والوضع الأمني. الأزمة في اليمن. طيب لماذا هذا الاستمرار إذن بالتركيز على الوضع الإنساني وأهمية إدخال المساعدات، وليس هناك تركيز على الضغط على الإنقلابيين في التخلي عن السلاح والقبول بالقرارات الأممية والمرجعيات الثلاث؟ هذا طبعا هناك محاولة للي ذراع الحكومة، و الحديث عن هذه الملفات هي طبعا ملفات متشعبه، وفعلا المنظمات الدوليه والمجتمع الدولي يتحدث بشكل كبير عن هذه الجوانب الانسانيه، ويتم استغلال هذه القضايا من قبل الانقلابيين. وانا دعوت من خلال قناتكم بعد ان تم اغلاق المجال الجوي وغيرها، دعوت انه بهذه الافعال التي بهذا الاعلان الذي قام به التحالف
الانقلابيين هم الذين سيستفيدون، الانقلابيين هم الذين سيقومون بتسويق هذه الفكره اننا محاصرين، ان الشعب اليمني يموت. ما الشعب اليمني يموت منذ اليوم الاول لدخول الميليشيات الانقلابيه صنعاء. الشعب اليمني عانى منذ اليوم الاول لاقتحام مؤسسات الدوله، الشعب اليمني منذ اليوم الاول وهو يقتل باسلحه الدوله، الشعب اليمني محاصر من قبل الميليشيات، مدينه تعز محاصره ولا احد يتحدث عنها. هناك اشكاليات عميقه وهناك ملفات يتم الترويج لها من قبل للاسف الشديد من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه، ويتم الحديث عنها يعني بشكل كبير واعطائها المجال الكبير. نحن نقول انهم لن يكونوا احن على الشعب اليمني من الحكومه الشرعيه، الحكومه الشرعيه لديها مسؤوليه اخلاقيه، مسؤوليه امام الشعب وامام المجتمع الدولي، انها هي المسؤوله عن الشعب اليمني وليس الميليشيات الانقلابيه. الميليشيات الانقلابيه اذا كان قلبها على الشعب اليمني عليه ان تقدم تنازلات حقيقيه للدخول بمشاورات وانهاء الانقلاب. طيب في سياق الحديث عن المسؤوليه استاذ مختار، يعني هناك ايضا احاديث كثيره حول ان الحكومه الى الان لم تستطع اتخاذ موقف حازم تجاه القضاء، كثير من القضايا على راسها الملفات السياسيه، لم يعني تحدث تحركا او تحدث فعلا واضح الاثر على الاقل في سياق هذه المحادثات وغيرها من المحادثات، ولم يعني الى الان لم نصل الى اي حلول. اولا هناك الجميع يعرف تفاصيل المشهد اليمني، هناك ازمات حقيقيه تعاني منها الحكومه اليمنيه، هناك ملفات للاسف الشديد ان الحكومه تدفع ثمن هذه الملفات، ومن يقوم ب تحريك بعض الملفات ومحاولة إظهار الحكومة على أنها فاشلة، إظهار الحكومة على أنها عاجزة، إظهار الحكومة على أنها خانعة، إظهار الحكومة على أنها لا تستطيع إدارة الملفات. هناك للأسف الشديد ونقولها بكل صراحة أنه للأسف الشديد أن البعض حتى محسوب علينا وشريك لنا ويقوم بمحاولة عرقلة أداء الحكومة وإفشالها وإظهارها أنها عاجزة، وهذا طبعا يستفيد منه الطرف الآخر حينما يتحدثوا أن الحكومة عاجزة، لم تستطع إدارة الملفات، لم تستطع أيضا أن تعطي صورة نموذجية خصوصا للمناطق المحررة وخصوصا محافظة عدن التي هي العاصمة المؤقتة لليمن. لكن نقول أن الحكومة تقوم بجهد كبير جدا في كافة الملفات، سواء الملفات الإنسانية أو الملفات السياسية، والحكومة تقدم تنازلات تلو التنازلات من أجل الوصول إلى حل سياسي وسلمي. الحكومة قدمت التنازل تلو التنازل، والحكومة يتم الضغط عليها ولا يتم الضغط على الطرف الآخر وهو الطرف الإنقلابي للأسف الشديد، ومع ذلك الحكومة تتعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي، تثمن وتقدر الموقف للخماسية الدولية وكذلك للمجتمع الدولي وتتعامل بإيجابية معهم، بينما الطرف الآخر قام بمحاولة اغتيال المبعوث الأممي، يرفض المبادرة، رفض مبادرة الحديدة، رفض المبادرة كلها، بالتالي لا يتم الحديث عن كل هذا بينما يتم الغضب كله على الحكومة الشرعية. أشكرك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام على تواجدك معنا في حلقة اليوم. قبل العودة إليك أستاذ عادل، نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير بعده ونستأنف حوارنا، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني. سيد المسني، الآن يعني من خلال بيان الخماسية يلاحظ أن هناك التركيز على الصاروخ الباليستي أكثر من الأزمة السياسية في البلد، وأن هناك انقلاب بالأساس وهناك أيضا حرب منذ 3 سنوات. هذا التقزيم للمشهد إن صح التعبير كيف يفسر؟ أنا أنظر له في سياق عمل ممنهج يقوده التحالف لقلنا إلغاء دور الشرعية في المناطق المحررة. هناك أكثر من 80% من الجغرافية تم استعادتها، وبالتالي لا يوجد أي فعل سياسي للشرعية، هناك تغييب كامل لدور الشرعية، هناك احتلال مباشر لمؤسسات الشرعية وموانئها في المحافظات الجنوبية وإنشاء أيضا حزام أمني وميليشيات وسجون ومعتقلات تمارس يعني جرائم واضحة في حقوق التابعين للشرعية وفي صفوف التابعين للشرعية، وهناك القاعدة تستفيد من هذا الخواء ومن غياب الشرعية ومن هذه الأجواء الغير قانونية أيضا لتنفذ وتمدد وتتوسع في المناطق المستعادة. هناك حصار ضاري من قبل التحالف على تعز، هناك تشجيع للفوضى في داخل مدينة تعز وإنشاء أيضا ومحاولة إنشاء حزام أمني
في داخل تعز، هناك طيب. حرب تعلن ضد الشرعية، وبالتالي من حق المجتمع الدولي أن يقلق من دور أين الشرعية؟ الشرعية مغيبة تماما. هذا الأمر مفهوم، يعني يمكن فهمه في سياق المملكة العربية السعودية والإمارات باعتبارهم ممثلي التحالف في هذه اللقاءات، لكن ماذا عن بقية الدول؟ بريطانيا، أمريكا، يعني هل لهم أيضا، هل بقت اهتماماتهم الآن فقط في حماية الدول المجاورة للسعودية من اعتداءات الحوثيين وليس لهم اهتمام في إنهاء الأزمة السياسية بداخل البلاد؟ حقيقة البريطانية هي الآن تمسك الملف في الأمم المتحدة، الملف اليمني، وبالتالي هناك ضغوط دولية من قبل المنظمات الإغاثية وغيرها على بريطانيا، وبريطانيا حقيقة تستجيب لهذه الضغوط وتتماهى معها بشكل كبير، وهي التي فرضت هذه الرباعية ولها دور محرك، بينما الولايات المتحدة لا تكترث كثيرا للجانب الإنساني ولا أيضا للتدهور الكبير في كل الملفات في الداخل اليمني، وبالتالي هي تتماهى تماما وتوفر الدعم والتغطية لسلوك التحالف في داخل اليمن، وبالتالي أعتقد أن بريطانيا تضغط في هذا، وهذا الضغط يأتي نتيجة لضغط أيضا مكثف تقوم به المنظمات الإغاثية وغيرها في المجتمع الواسع في الغرب، نتيجة قلنا لهذا التجريف الواسع، نتيجة للحصار، نتيجة للإغلاق الكامل لليمن، الممرات والمنافذ البحرية والجوية، وهذا عمل أخرق حقا لا يتمتع، لا ينم على أي سياسة، وبالتالي يضر أيضا بسياسة التحالف، ويضر أيضا بسمعة الشرعية، ويصورها وكأنها لا تكترث تماما بمعاناة الناس التي تتفاقم فيها الأسعار بشكل كبير وتقفز أيضا إلى مستويات لم تبلغ لها من قبل، وبالتالي الآن نشهد هناك عجز كبير، هناك توسيع لمسار الجوع والفقر داخل المجتمع اليمني، وكأن هناك يعني فعل عمدي لإحداث هذه الكوارث في الداخل اليمني. المجتمع الدولي قلق جدا ويتابع بقلق خلال 3 سنوات لهذه السياسة المستمرة في التصعيد تجاه أيضا خلق أزمات داخل المناطق المستعادة وداخل اليمن ككل من قبل دول معنية أيضا باستعادة بتفعيل دور الشرعية واستعادة دورها ودولتها، وعلى هذا الأساس دخلت لكن انحرفت عن هذا المسار وأخذت هناك تغير. هل هناك تغير بالأهداف أم أن هذا الأمر كان منذ البداية ما هو مخطط بالنسبة للتحالف؟ التحالف دخل على أساس تحت مظلة دعم الشرعية، وكانت هناك مرجعية، وكان هناك حقيقة تأييد مطلق من جانب المجتمع الدولي ومشجع أيضا باتجاه استعادة الدولة اليمنية، وكان هناك تأييد لهذه المرجعيات، لولا أننا فوجئنا بأجندات تخدم الإمارات اصطدمت مع الشرعية وبدأت تنشئ لها ميليشيات ولها مطامع اتضح في المحافظات الجنوبية، وأخذت تسيطر بشكل كامل على باب المندب وتقيم قواعد ثابتة في عدن وفي أيضا سقطرة، وهناك احتلال مباشر، وبالتالي من ترى الإمارات أن من أولويات اهتمامها إقامة هذه الميليشيات بهدف إلغاء دورة الشرعية لتستمر مطامعها في اليمن وليستمر أيضا وجودها ولتحافظ أيضا على دورها ومطامعها قصدي بشكل واسع وبشكل أيضا مستقبلي واستراتيجي داخل المحافظات الجنوبية، عملت على إزالة أي وجود أو أثر للشرعية، وهي ترفض تماما أي دور لها في المحافظة الجنوبية، هذا الذي خلق هذه البلبلة ووسع الشقوق داخل صف الشرعية، مما انعكس أيضا على المنظمات الدولية وهي ترى هذا التدهور الكبير والتراجع والذي انعكس على المسار الاقتصادي بشكل مروع، إضافة إلى الحصار الموجود أيضا من قبل الدول التحالف وغياب استراتيجية واضحة لتفعيل دور الشرعية أو لتحريك المسار العسكري. من حق المجتمع الدولي أن يقلق ويضغط في اتجاه أيضا فك هذا الحصار على الشعب اليمني برمته الذي هو الآن يواجه كارثة إنسانية حقيقية، وهناك منعطف خطير بدأ يدعى له المجتمع الداخل في اليمن يصيح، وبدأت ترتفع أصوات كثيرة في اليمن نتاج هذه السياسات الهوجاء التي أضرت قلنا بسمعة التحالف وشوهت أيضا دور الشرعية داخل اليمن، داخل الساحة اليمنية التي هي مغيبة تماما عن أي دور أو عن أي مسؤولية تجاه هذه الكوارث التي ألمت بالشعب اليمني. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ المسني الدكتور محمد جميح المحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. إذن يصرح مسؤول حكومي أن الحكومة ترفض مباحثات اللجنة الخماسية وأنها هي ما هي إلا محاولة لتمرير خطة كيري المرفوضة أصلا، بينما يعني في سياق هذه الاجتماعات غاب وزير الخارجية الأمريكي، وكان ممثل الأمريكي الموجود هو وكيل الوزارة للشؤون السياسية. كيف تقرأ كل ذلك؟
تسمعني دكتور؟ رامزة في هذا المشهد، يعني كان وزير الخارجية الأمريكي منشغلا بأمور أخرى، ويبدو أن الاجتماع لم يكن مجدولا، وبالتالي لا يعد، وتمثيل وكيل وزارة الخارجية يعتبر تمثيلا عاليا في واشنطن، فلا أعتقد أن هناك موقفا أمريكيا محددا في هذا الخصوص، لكن الموقف الواضح كان موقف الحكومة اليمنية التي يبدو أنها منذ اليوم الأول لتأسيس اللجنة الرباعية تتوجس من أعمال هذه اللجنة، خاصة وأن خطة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري كانت وليدة لعدة لقاءات لأعضاء الرباعية قبل أن تتحول إلى خماسية بإضافة السلطان سليمان. الواقع أن يعني طول أمد الحرب يقلق المجتمع الدولي، التنازعات الداخلية داخل الصفوف المختلفة وليس داخل صف التحالف الشرعية وإنما حتى داخل صفوف الانقلابيين، هذه التنازعات والتشطيات غير المتناهية يقلق منها المجتمع الدولي بصورة كبيرة، لأنها يمكن أن تنفرج عن مجموعة من كبيرة من الفرق ومن المتحاربين ومن التقسيمات والأجزاء المتشظية، خلافا لما هو عليه الآن من وجود انقلابيين وشرعية. وبالتالي المجتمع الدولي عندما يقلق من ذلك فهو يعرف أن الحروب تأتي بتشظيات داخل الصف الواحد، ويمكن أن تنذر بامتداد أحد الحرب الأهلية مكانا وزمانا. طيب، لكن فيما يخص حتى نكون واقعيين وواضحين فيما يخص مسألة الحصار على اليمن، دعني أختلف قليلا مع رئيسك الكريم الذي أجله وأقدره. والحصار عندما يعني تطلب الأمم المتحدة ويطلب التحالف والحكومة الشرعية فتح جميع المنافذ في اليمن للتجارة وللمواد الإغاثية بشرط أن تكون هناك إدارة محايدة لهذه المنافذ سواء كان جوية أو برية أو بحرية، أو أن يكون هناك مندوبون لهذه الحكومة الشرعية وهي التي تملك الحق في إدارة هذه المنافذ، إلا أنها تنازلت بوجود مجرد مندوبين أو حتى مندوبين من الأمم المتحدة. كل هذه الخطط التي أعدت لميناء الحديدة ولمطار صنعاء كلها رفضت من قبل الانقلابيين في الداخل، وبالتالي أنا في تصوري أن الذي يتحمل مسؤولية الحصار حتى نكون واقعيين هم الانقلابيون في الداخل الذين رفضوا كل الخطط الموضوعية والواقعية والسليمة والوسطية لإيصال الإغاثة والسماح بانسياب المواد والسلع التجارية إلى البلاد. طيب، يعني بعيدا عن هذه النقطة الآن التي تطرقت إليها في الأخير، لكن بالحديث عن دلالة التوقيت، وبما أن يعني إمكانية أن يكون هذا الاجتماع ليس مجدولا بشكل مسبق كما يبدو، لماذا تم الآن هذا الاجتماع إذن؟ هل هي محاولة لتحريك الورقة السياسية أو البعد السياسي بالنسبة للأزمة اليمنية، ومن قبل من؟ عندما تلاحظ أو تتابع التصريحات والبيانات الصادرة على اجتزائها تلاحظ أنها ركزت على الوضع الإنساني، مفردة الإغاثة، مفردات الوضع الإنساني، مفردات انتشار الأمراض والأوبئة والوضع المأزوم في اليمن إنسانيا، ينبئ بأن المجتمع الدولي يشعر بالحرج إزاء هذا الوضع. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك فيما يبدو إرادة معينة هنا وهناك تريد أن تختصر الأزمة السياسية في اليمن في واجهة الإنسانية، وهذا خطأ كبير بتصوري، لأنهم يغفل عن الأسباب الحقيقية للوضع العسكري والوضع الميداني والوضع الإنساني في البلاد والوضع الاقتصادي والأمني، وهو الانقلاب الذي حصل في البلاد. وهنا الخطورة، اختصار الأزمة في اليمن بوجهها الإنساني وجانبها الإغاثي، ما يعني ترحيل وجدولة الحلول وتجزيء هذه الحلول، وهذا لن يخدم الحل، لأن جدولة الحلول يعني إطالة أمد الحل والحرب، وتجزيء هذه الحلول يعني تفكك منظومة الحل التي جاءت في القرارات الدولية وآخرها 22/16. طيب، في هذا السياق كله من عليه التصدي لهذه المحاولات من قبل المجتمع الدولي لوضع الأجندة الإنسانية قبل الأجندة يعني إنهاء الانقلاب في أي مباحثات؟ يعني هو الآن عندما تتحدث عن وضع إنساني متأزم في البلاد ينبغي أن تبحث عن الأسباب. الأسباب وجود يعني عدم تدفق كبير للسلع إلى البلاد، ولماذا؟ لأن هناك في إجماع، هناك تهريب للسلاح إلى داخل البلاد. طبعا التهريب لا ينبغي أن يكون حجة لإغلاق المنافذ،
لكن نحن أمام أمر واقع، هناك تهريب وهناك صواريخ تطلق داخل الأراضي اليمنية على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وعلى أراضي الجيران كذلك، وبالتالي السعوديون خاصة يريدون إحكام التفتيش بشكل كبير على ما يدخل إلى البلاد خشية من تهريب السلاح. لكن الإشكال أننا إذا المجتمع الدولي يريد أن تفتح جميع المنافذ دون أن تكون هناك رقابة، الأمم المتحدة عرض عليها ميناء الحديدة أن تدير الميناء، أن لا تديره الحكومة الشرعية ورفضت. إذا ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة أو يمكن أن يفعله التحالف إذا وضع مثل ذلك؟ مجتمع دولي لا يريد أن يتحمل مسؤوليته، وعندما تطبق سياسات معينة من أجل منع توريد الأسلحة الممنوعة بالقرار الدولي على الحوثيين، يصرخ هذا المجتمع الدولي بأن هناك حصار وأن هناك كوليرا وأن هناك تيفويد وخناق وما إلى ذلك. ينبغي في تصوري أن يكون هناك حلا متلازما، يعني يكون ذا مسارات متعددة إنسانية وأمنية وسياسية إذا ما أراد المجتمع الدولي أن نفذ قراراته، وإن لم فأعتقد أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي لا يمكن أن يكون أمامه إذا هذا الوضع، إذا ما أرادوا حلحلة الجانب السياسي إلا أن يحدث هناك اختراق كبير عسكريا يرغم الحوثيين والانقلابيين بشكل عام على الجلوس إلى مائدة التفاوضات. وهل من مؤشرات لذلك؟ كسؤال أخير دكتور. لا أعتقد أن هناك مؤشرات، المؤشرات قليلة، مؤشرات وجود تغير منذ إجماع ولي العهد السعودي مع الرئيس هادي وإجماعه بقيادات الإصلاح في الرياض. هناك ما يشبه التغير المحدود، يعني هناك تحرك في جبهتنا، هناك أيضا تحرك على مستوى الساحل الميدي، وهناك طبعا أخبار عن دخول معدات عسكرية جديدة، وهناك أيضا من يتحدث عن خطط يشرف عليها رئيس الأركان الجديد اللواء العقيلي من أجل تحريك الوضع الميداني في جبهتنا تحديدا. دعنا ننتظر قادمات الأسابيع لنرى مدى جدية هذه التحركات من أجل إحداث التغير العسكري المنشود لإرغام الإنقلابيين على العودة إلى مائدة المفاوضات. أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بالعودة إليك أستاذ المسني، يعني في سياق ما يحدث وما يجري، يعني من نقدر أن نتحدث معه نحن بشكل مباشر كيمنيين هي الحكومة الشرعية، ما الذي عليها القيام به لتعزيز وضعها التفاوضي، وضع قوة أوراق بشكل عام على مستوى يعني التعامل مع الإنقلابيين أو مع الحلفاء في التحالف العربي أو حتى مع المجتمع الدولي؟ أولا أريد أن أعقب على النقطة التي طرحها أخي جميح، وهو شخصية وطنية معروفة، لكن تختلف معه في مسألة أن اللي يتحمل مسؤولية انقلاب، على اعتبار أن هناك تدابير كثيرة كان بإمكان التحالف أن يتخذها لمراقبة السلاح، عمل الإغلاق بشكل كامل للأضر أيضا بالمسألة اليمنية وخلق أزمات تتناثر إلى اليوم ولا زالت. حتى تحدث مختار الرحبي حول ذلك، كان بإمكان التحالف أيضا أن يفعل الموانئ والمطارات الموجودة في عدن وحضرموت، لكن عطلها بشكل كامل بما دفع الضغط الدولي أن يفعل باتجاه أيضا فتح الممرات التي توجد تحت الانقلاب، وبالتالي هو مسؤولية مباشرة عن تعطيل هذه الموانئ وعن خلق الأزمات الاقتصادية. وبالتالي الآن واضح أن الضغط الغربي موجه بالأساس تجاه الانقلاب الذي تجاه الشرعية وأيضا التحالف الذي يدير العملية السياسية والاقتصادية بشكل كبير، والذي أخفق خلال 3 سنوات وبعد 3 سنوات يقوم بهذا القرق الكبير ليقتل ما تبقى من هامش مدخرات داخل المجتمع اليمني. أما فيما يتعلق أيضا بسؤالك سيدي، الشرعية معنية أيضا بإقناع التحالف بإثارة معركة حقيقة بصف التحالف الذي يقرب في ساحتها. أعتقد أنه الشرعية الآن تواجه دور الإمارات وأجندتها في المناطق المحررة بشكل كبير، والصراع هناك محتدم اليوم وأمس، والمعارك في تعز أيضا، يعني وصلت إلى هذا الحد بعد أن استحكمت تماما على الجنوب وسيطرت عليها بشكل كامل وألغت وأخرجت الشرعية وأي دور ضعيف وهش حتى لها ملغي تماما وغير مقبول من قبل الإمارات وأجندتها في الساحة الجنوبية، الآن أيضا تتوسع باتجاه تعز. إذا نحن أمام عمل ممنهج هدفه إلغاء دور الشرعية وإضعافها بشكل أيضا ينعكس على المرجعيات وينعكس على الضغوط الدولية وينعكس أيضا إيجابا على الانقلاب، ويستثمر وتستثمرها كل هذه الأبعاد
في الضغط أيضا على الشرعية، أعتقد أنه في الضغط على التحالف، أعتقد أن الشرعية لم يعد لديها أوراق تستطيع أن تقنع بها المجتمع الدولي في ظل هذا الخواء. أي دولة لا يمكن أبدا أن تحقق أوراق تفاوضية ما لم يكن لها فعل سياسي في الداخل، ما لم يكن إدارة لها دور حقيقي في إدارة الملفات الشائكة أو تلعب دور في زحزحة يعني هذه المشاكل. عند بداية عاصفة الحزم لم يكن لدى الشرعية أي جغرافيا حتى، الآن هناك ما يقال على أنه نواة جيش وطني في مأرب، هناك أوضاع صعبة في المحافظات الجنوبية لكنها على الأقل لا تقبع تحت سلطة الإنقلابيين. هناك من يتحدث في سياق المجمل العام على أن دول التحالف نفذت الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بها هي، لكن بما يتعلق في اليمن هناك إرادة يجب أن تكون للحكومة الشرعية في التحرك لتحقيق هذه الأهداف. هناك فترة مضت وهناك مشاكل وأخطاء، كيف يمكن البناء على ما لدينا الآن وهو موقف أقوى مما كان عندما بدأت عاصفة الحزم في تحقيق اختراق بالنسبة لليمني؟ حقا أولا بالنسبة للشارع اليمني بدأ يفقد تماما الثقة بدور بأي دور مستقبلي للشرعية أو للتعالف نتيجة لهذه السياسات التي اتضحت خلال 3 سنوات والتي لا تكترث على الإطلاق بالأهداف العليا لاستعادة الدولة اليمنية أو بناء مؤسساتها أو تفعيل أيضا دورها في الداخل اليمني، وهذا واضح وجلي في الساحة اليمنية. بالنسبة لدور الشرعية أعتقد أن هناك عملية إفساد وإضعاف من التحالف للشرعية وبالتالي فتح ودفع كثير من الأموال في أروقتها وتلقفت هذا الإفساد الشرعية وتماهت معه بشكل كبير بما انعكس أيضا على دورها الضعيف داخل الساحة اليمنية. أعتقد أن الشرعية مسؤولية أيضا تتحمل جزء كبير من المسؤولية في التعامل مع هذه الملفات الفاسدة وعدم أيضا وضوح رؤيتها وعدم أيضا وجود لها أجندات مباشرة لمواجهة هذه الخروقات الكبيرة التي تأتي من قبل الإمارات وأجندتها في المحافظات بشكل كبير. لا يوجد أبدا أي أثر للشرعية، الشرعية مغيبة، هناك اليوم دار انقلاب وهناك فوضى واسعة تحدث في تعز من قبل أيضا أجندة الإمارات، أين دور الشرعية؟ لا تعاجز حتى عن إصدار قرار. أيضا في المحافظات الجنوبية خلال 3 سنوات تم إلغاء دورها بالكامل وهي كلها ما فقط في هذه جمع الأموال الغفيرة التي تتلقاها من التحالف، التحالف أفسد الشرعية وبالتالي صارت تتعامل مع هذا الملف الفاسد وأغفلت تماما المشهد اليمني بما مهد وشجع دول التحالف في أن تسير لا. إلى الأمام في بناء أجندتها وتنفيذ مطامعها في الساحة اليمنية، وهذا واضح من خلال الاحتلال المباشر للإمارات للمحافظات الجنوبية، وهذا أيضا يشير إلى أن التحالف أو بالذات الشرعية لا تقيم أي وزن لقصدي الإمارات لا تقيم أي وزن للشرعية وهي تدرك تماما أين تذهب اهتماماتها. أشكرك على تواجدك معنا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ عادل المسني، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ولبقية الضيوف على تواجدهم معنا اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش، في أمان الله.